بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الجزء ده هو الجزء الامتحان الخاص بالوحدة التاسعة. طبعا المفروض كان الفيديو ده أو الامتحان ده يكون موجود في الفيديو اللي فات، بس الفيديو طول شويتين فقلنا نختصر في الأمور يعني. فكده نزلت الوحدة التاسعة في 4 فيديوهات. أول فيديو كان فيه 70 جملة، والفيديو التاني كملنا باقي الكلمات، الفيديو الثالث كملنا القواعد، وده الفيديو الرابع اللي نحل مع بعض في امتحان الرحله التاسعه، وبكده خلصنا التاسعه الحمد لله. اول سؤال بيقول لي ماي جراند فاذر ووز ا مان اوف جريت. اوف دي معناها ذاته. على سبيل المثال لما اقول لك يور رول او يور مثلا كار، سيارتك از امبورتنت، يعني سيارتك مهمه، امبورتنت يعني مهم. طيب نفس الجمله بقى ممكن اقول لك يور كار، سيارتك is of great، طبعا a great importance يعني ذات أهمية عظيمة. وعلى فكرة ممكن أقول لك your car is of importance على طول كده، يعني عربيتك سيارتك ذات أهمية. فعايزك تركز إنك أنت هنا of great يعني ذاتها، فمش هينفع نقول لي ذات حكيم، أكيد ذات حكمة، يبقى is of a great wisdom. random دي معناها عشوائي، boredom الملل، seldom أخت rarely اللي معناهم هما الاثنين نادرا. ودي لو جبناهم في اول الجمله بنعمل انفرجن زي ما انت عارف. طبعا احنا بنراجع، فخليك معايا وركز كده الله يهديك. عايزك تعرف كده لما تقول مثلا rarely do I sleep early، دي معناها ايه؟ قلما انام مبكرا. انت ممكن تعملها بشكل تاني وتقول I rarely sleep early، يعني قلما انام مبكرا. فركز ان rarely دي ظرف لما نجيبها في اول الجمله بما انها بتوحي بالمعنى النفي، فاحنا بنعمل انفرجن. العمليه دي اسمها انفرجن. ايه الانفرجن؟ ان اي كلمه نفي تجيبها في اول الجمله تعمل انفرجن، بمعنى انك تجيب لي كلمه النفي، لفظه النفي اللي انت مستخدمها، وبعدين الفعل المساعد، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل، وما تنساش اخر الجمله نقطه مش علامه استفهام. اوعى الحنين ياخدك كده وتقول لنفسك والله هنا في فعل مساعد الاول فنعمل علامه استفهام، يبقى انت خربت الدنيا كده يا حبيبي. طيب الجمله الثانيه with so not evidence against him he had to admit committing the crime. قبل ما احل الجمله الكتكوته دي، احنا متفقين ان احنا ما نعديش ملحوظه غير لما نقولها، ما انا عارف ان انت نفسك حلوه كده. كلمه admit يعني يعترف، بيجي بعدها الفعل المضاف له ing، ممكن نستخدم to والفعل المضاف له ing. على سبيل المثال I admit reading your secrets، او I admit to reading your secrets، الاثنين صح. طيب ارجع بقى لجملتك الثانيه كده، بقول لك with so بايه من الدليل يعني against him he had to admit committing the crime، بالادله الايه اللي كانت ضده، هو كان ينبغي او اضطر ان يعترف بالجريمه، اكيد بالدليل الكثير يعني بكثير من الادله. هنا بقى في حته كتكوته كده زي ما انت عارف، وانا قلت لك قبل كده مره ونقولها تاني. طبعا الملف ده هتلاقيه تحت في وصف الفيديو عشان تبقى تنزل الملاحظات دي، عشان الكلام ده مهم. عايزك تركز معايا كده ان كلمه evidence دي معناها دليل، وكلمه proof برضو معناها دليل، بس الفرق ان دي اسم يعد لكن دي اسم لا يعد. طيب وبناء على ذلك انت عندك evidence، انت قلت لي اسم لا يعد، فنفكر في little عادي، ممكن نفكر في little ونفكر في much، مفيش تفكير في many. طيب a little يعني قليل، و little قليل، و much يعني قليل. في حتة كمان أنا عايزك تعرفها بما إنك أنت خربوش، ما ينفعش أبدا نستخدم so ونجيب بعدها أي حاجة فيها a. لا ينفع so a little ولا so a few ولا so a lot of. دي روحت كمان تفكيرك في little و much. بكثير من الأدلة ضده اضطر أن يعترف بجريمته، فأكيد نستخدم much. طيب بعد كده يا فندم رقم 3 comprehension، ده السؤال 3 his not two charities were greatly appreciated، ان الايه بتاعته في المنظمات الخيريه كانت مقدره. طب ما تيجي نشوف كده qualifications المؤهلات، contributions المساهمات، communication التواصل، comprehension اللي هو الفهم، ومنها كلمه comprehensive اللي هو شامل، لما comprehensive peace السلام الشامل. Abdul's heart not when his wife who was his lifelong love died. قلب عبده حصل له ايه؟ لما زوجته اللي هي كانت حب الابد يعني ماتت، سانك يعني شعر باليأس، انتابه اليأس. You don't need any special skills for this job. انت لست بحاجة لأي مهارات خاصة لهذه الوظيفة. Just not sense. كل اللي انت محتاجه بس الكومن سنس. الكومن سنس اللي هو الفهم او الادراك.
extraordinary معناها خارق للعادة، unusual يعني غير عادي، unknown يعني غير معروف. These books cost $50. بقول لك الكتب دي بتكلفك 50 جنيه لكل واحد each. عايزك تعرف كده في ملحوظتين انت ممكن تلخبطهم في بعضهم. الأولانية فيما يتعلق بـ every، بنستخدم every، أنا هقول ملحوظة طبعا واحدة مش كل القاعدة يعني، بتستخدم مع التكرار. طب نستخدم each بمعنى لكل واحدة، بمعنى أقول لك على سبيل المثال the pens، الأقلام the pens are 2 pounds، 2 pounds each، يعني الأقلام دي سعرها 2 جنيه للواحد. طيب لكن أنت ممكن تقول مثلا there is a train، يعني هناك قطار every 7 minutes، يعني في قطار بيعدي من هنا كل 7 دقايق. فانت هنا مع التكرار خدنا every، ومع لكل واحدة خدنا each، فعشان كده خدنا each. herbal medicine الدواء العشبي has been used for not to treat many disease، استخدم ل for a يعني لعلاج الكثير من الأمراض. generations يعني أجيال طبعا، decade يعني عقد، month يعني شهر، year يعني سنة، طبعا decade العقد اللي هو 10 سنوات. طيب في سؤال، في مشكلة هنا بقى، أنت بتقول لي إن الدواء ده استخدم لعقد يبقى for a decade، for a month، for a year، المفروض إن في a لأن دي أسماء كلها معدودة، مفيش a، يبقى المفروض كنا نستخدم اسم جمع، فعشان كده خدنا generations، ومعنى الجملة على بعضها كده هذا الدواء استخدم لأجيال متعاقبة لعلاج الأمراض. There is not fire without smoke، ليس هناك نار بلا دخان، يبقى there is no عشان لا، ما فيش حاجة اسمها there is ونجيب بعدها don't أصلا، وما فيش there is any لأن any بتستخدم في الجملة المنفية ودي مش منفية، وطبعا نان بره اللعبة برضه عشان نان دي مع أكتر من 2. أحمد has constantly، نعيد ونزيد، أوعى تنسى كلمة instant اللي معناها فوري زي immediate، لكن في constant اللي معناها مستمر أو دائم. أحمد has constantly not himself during his long career، لطالما أحمد عمل إيه في نفسه يعني أثناء عمله الطويل، researched يعني بحث، discovered يعني اكتشف، reinvented يعني إعادة تأهيل، invented يعني ابتكر، فأحمد كان دايما بيعيد تأهيل نفسه في حياته العملية. طيب of the passengers were، استنى كده، في of اسم جمع فعل جمع، تمام. طيب بداية no دي عايزة اسم بعدها، no person no man no student nothing، ما ينفعش اقول لك لا شيء من الركاب برضو عيب عليك، باقي معاك nobody وباقي معاك none. nobody يعني لا احد، ما ينفعش اقول لك لا شخص، يعني ما ينفعش اقول لك لا شخص من الركاب واجيب لك بعدها where، المفروض كانت تبقى was مثلا. طيب المهم باقي معانا مين؟ none، none of the passengers were. هتقول يا مستر انت قلت لنا ان none of اسم جمع فعل مفرد، وفي نفس النفس قلت لك ينفع فعل جمع، طب قبل الاثنين في الاختيارات هناخد فعل مفرد عشان ده المعمول بيه في كتبنا الجميله يعني. المهم none of the passengers ولا واحد من الركاب اصيب في الحادثه. طيب لكن على فكره كان ممكن اقول لك nobody ديت واروح قايل لك بقى nobody was injured، لا احد او لا شخص اصيب في الحادثه. visiting the orphanage زياره الملجا بتاع الايتام last year was a life not experience، انت حفظت المصطلح ده وزهقت منه، a life changing experience معناها خبرة مغيرة للحياة. we have used nearly، استنى كده عشان احنا عايزين نربط الكلام ده بشكل جامد جدا كده، عند nearly دي، عند nearly و almost، انا قدامي كام اختيار؟ 3 يا مستر، الاختيار الاولاني ان اجيب لك all، الاختيار التاني ان استخدم every، الاختيار التالت اني استخدم all برضو، بس nearly all ونجيب اسم يعد جمع ممكن نستخدم فاصل وبعدين اسم لا يعد ويكون مفرد. طيب ممكن every ونجيب بعدها اسم، امسح دي خالص كده، مش هنمسحها كده، هنشيلها خالص نخفيها، اسم يعد في صيغة المفرد بدون فاصل، اكتب بالاحمر بس كده بدون فاصل. على سبيل المثال ممكن اقول لك nearly all people واكمل، لكن ممكن برضه اقول لك nearly
every man loved us مثلا. وممكن اقول لك nearly all the sugar is white. is white. ركز لي كده واديني سمعك واذنك وكل حاجه كده. nearly جبنا بعدها all وبعدين اسم مجمع. nearly جبنا nearly جبنا بعدها all وبعدين الفاصل وبعدين اسم مفرد لا يعد. ممكن nearly نجيب بعدها every بس ما ينفعش بعدها غير اسم مفرد معدود ومن غير فاصل. دي احتمالاتك الثلاثه يا باشا. كان في مصطلح حليناه في الفيديو اللي فات كان بيقول لك nearly all my life تقريبا كل حياتي. انا قضيت تقريبا كل حياتي معرفش في ايه كده. طيب ارجع بقى للي احنا كنا بنحل فيها كده يا باشا. انت قلت لي nearly not of the bread. will you buy some more. والله في مدام nearly فتفكيرك طبعا بره اتش اطلع انت بره حضرتك عشان انت بره اللعبه خالص وبره اطار تفكيرنا. وسم برضو بره اللعبه اطلع عشان انت بره تفكيرنا تماما. باقي معايا افري وباقي معايا اول. مفيش حاجه اسمها افري اوف يا مستر. خلاص يا باشا روح دي وانت ما تزعلش من نفسك خالص كده. يبقى قول اللي صح. يبقى انت معنى الجمله حتى بالعربي احنا تقريبا استخدمنا كل الخبز اللي عندنا ولازم نشتري شويه كمان. everyone should have a simple not knowledge of first aid. لابد لكل شخص ان يكون عنده معرفة عملية. يبقى simple working knowledge. working knowledge هي المعرفة العملية وده مصطلح برضه انت حافظه ما فيهوش أي مشكلات. only not countries. only دي بيجي بعدها a few و a little. أنا قدامي a few خدها في إيدك واجري في الدنيا. طيب due to hard work my uncle has become a successful not he created his business years ago. ما دام فيها business ومش business يبقى entrepreneur يعني أصبح رائد أعمال في مجال البيزنس. طب رقم 16 he comes to see his parents 3 days. بيجي يزور والديه كل 3 ايام. يعني الموضوع ده بيتكرر كل 3 ايام. انت اكيد لقطت الحوار بيتكرر. يبقى every على طول انت مغمض عينك. بعد كده every sentence needs a subject and اي جمله في الدنيا لازم تكون بادئه بفاعل وبعد الفاعل عايزين فعل. خلاص and a verb. شكرا. 18 which of the following can be used when you want to give additional reason. عايز تدي سبب اضافي. تعال نشوف كده. one advantage of is that ميزة من مميزات. يبقى دي بنستخدمها لما نكون بنتكلم عن مميزات وعيوب. I don't agree with the opinion that بنستخدم دي لما نكون بنعترض على رأي. to conclude بنستخدم دي لما نعمل conclusion. a further reason سبب اضافي is that يبقى دي كده سبب اضافي. اضافي يبقى addition على طول. طيب رقم 19 which is the following is correctly structured. ايه من دول معمول لها ترقيم سليم. تعال نشوف. it was raining outside when Sam got out of bed and looked out of the window. الجمله دي انا شايفها حلوه بس خد بالك. شوف انا بقول لك ايه. انا شايفها حلوه ما قلتلكش الجمله دي الصح. فانت ما تاخدش جمله كده تقول هي مسلمه غير لما تقرا الباقي. قراءتك للباقيين بيكشف لك الحوار. it is raining outside. لاحظت انت ان هنا was وهنا is. when Sam got out and looked الجمله ماضي ماضي وهنا مديني مضارع يبقى ده غلط. it will ومديني ماضي وماضي برضه روحت كده. it rains outside when Sam got برضه غلط لان ازاي هتجيب ماضي مع مضارع كده. انت كده بتلخبط الدنيا ببعضها. يبقى كده اصبحت رقم ايه اللي صح. طب رقم 20 which of the following is punctuated correctly. رقم 20 I have just finished the project should I send it to you. بقول لك ايه بقى هو عايز مين في دول معمول لها ترقيم صح. انا لسه حالا مخلص الريبورت التقرير وبعدين شود اي المفروض دي جمله ودي جمله. طيب بما ان جملتين حضرتك فالمفروض انك في حاجه في النص هنا مفيش حاجه خالص فانت اطلعي. طيب حط لي نقطه وجاب لك شود بعدها سمول برضه اطلعي بره اللعبه. طيب بقول لك ده جمله خبريه وعامل عليها استفهام يبقى بره اللعبه. انت تستبعد اللي ما ينفعش هتلاقي الجمله الاجابه السليمه الصحيحه ظهرت قدام سيادتك في لحظه. طيب القطعة اللي بعد كده بيقول لك Hatshepsut was one of the most famous women. لحظة قبل ما اقرا القطعة يا ريتك تكون قرأت الأسئلة وده اللي أنا بعمله دايما عشان أعرف أنا بقرأ عن مين والقطعة دي موضوعها إيه بالظبط. Hatshepsut was one of the most famous women. ركز بعد one of أنت بتجيب اسم جامعة one of women بعدها على طول. In ancient Egypt كان Hatshepsut واحدة من أعظم النساء في مصر القديمة. She was the daughter of a pharaoh. كانت بنت فرعون. واحد من الفراعنه يعني the wife of another وكانت زوجة لواحد اخر من الفراعنه.
and the aunt of a third وعمت واحد تالت. When Hatshepsut's father died لما أبوها مات her husband succeeded him. Succeed يعني ينجح، لكن هنا مش معناها ينجح، معناها خلفه. خلف مين يا سيدي؟ لما أقول لك when her father، يبقى كلمة him دي عايدة على أبو حتشبسوت as a pharaoh. And she became queen of Egypt وأصبحت ملكة مصر. After a short time her husband died بعد فترة قصيرة من الوقت زوجها مات. Which left her nephew to succeed to the throne. وترك طبعا نفيو ابن اخوه يعني ان هو يخلفه في ثرون العرش. حتشبسوت refused to accept her nephew as a pharaoh. رفضت تقبل ابن اخوه ابن اخوها يعني كفرعون. حتشبسوت said the boy was not of royal blood. قالت لك الواد ده مش من الدم الملكي. She argued that she was the rightful ruler. قالت يا جدعان انا الحاكم المناسب اللطيف اللي ينفع يمسك البلد دي لان البلد دي كده لايقه عليا. Hatshepsut did not want to give up control of the country to a boy. قالت لا انا مش هسيب الحكم للبلد كلها لحته عيل صغير. So she sent her nephew away to study with Egyptian priests and seized the throne herself. راحت بعت الواد ده يتعلم. ضحكت عليه يعني قالت له هات لك شهاده يا ابني احسن لك من اللي انت بتعمله ده وخدت هي العرش. Even though pharaohs were typically men. مع ان اصلا الطبيعي ان الفرعوني يكون ولد. Hatshepsut declared herself the new pharaoh. أعلنت نفسها أن هي الفرعون الجديدة. To make sure the Egyptian would accept. عشان تتأكد أن المصريين هيقبلوا her as a ruler. يقبلوها كحاكم يعني. Hatshepsut dressed in her husband's tunic with its lion tail down the back. بقى في القطعة اللي قرأناها دي علشان تتأكد من المصريين هيتقبلوها كملك. Hatshepsut لبست التونيك اللي هو السترة بتاعت زوجها يعني اللي كان ليها زي الملكي زي الأسد down the back في الخلف. She also carried the royal scepter and wore the high double crown of A. لبست تاج الملك المصري يعني مهم، لبست كل ملابس الملك عشان تقنع الناس دول ان هي فرعونة لا يعلى الحوار. Hatshepsut's father had been a warrior pharaoh. أبو حتشبسوت ده كان واحد من الفراعنة المعتدين. He captured many tribes كان دايما بيؤسر القبائل. And extended the boundaries of Egypt وفضل يوسع في حدود مصر. But Hatshepsut did not want to wage wars. لكن حتشبسوت دي لم تريد أبدا أن هي تنشر الحروب يعني بالمكان. Instead she hoped to extend her country's boundaries by trading. لكن هي فكرت في أنها توسع الحدود بتاعة دولتها عن طريق التجارة. Under the rule, her rule في حكمها Egypt has a peaceful and prosperous time. قاعدة عاشت مصر فترة من السلام والزهور. The best for many years. أفضل السنوات. حتشبسوت also built many temples and monuments. بنت حتشبسوت الكثير من المعابد والآثار. Some of these beautiful buildings remain today. معظم هذه الأشياء ما زالت باقية حتى اليوم. السؤال الأولاني. How can you tell that حتشبسوت cared about her country? إزاي أنت ممكن تبين لنا أن حتشبسوت كانت قلقة ومهتمة بشأن دولتها؟ She worked to keep it peaceful and prosperous. زي ما قال آخر حتى هي قالها كده نص أنا هي في القطعة peaceful and prosperous. طب تعال نشوف الباقيين. احنا اخترنا الإجابة دي خلاص الأولانية دي كده وقلنا هي تمام زي الفل وجميلة وإحنا هنكمل برضو الباقيين. رقم B she sent her nephew off to study. بعت الولد عشان يدرس. ما هو ده مش دليل إن هي مخلصة للبلد يعني، ممكن يكون دليل إنها طماعة. She spent her time planning wars. قالت وقتها في التخطيط للحروب يا باشا لا ده قالت لك هنا اهو. instead she hoped to extend her country's boundaries by trading. بدل ما تعمل حروب قررت انها تشتغل عن طريق التجاره. she raised the prices of food. ما جابش سيره الاسعار في القطعه اساسا، يبقى احنا اخترنا رقم ايه وهي الصح. السؤال 22 the underlined word him بتشير لمين؟ لابو حتشبسوت her father اللي هو حتشبسوت's father زي ما اتفقنا. طيب السؤال الثالث 23 was Hatshepsut strong-willed woman. هل حتشبسوت كانت امرأة قوية الإرادة؟ طبعا. اللي عرفك طب تعال نشوف. yes she insisted on marrying a pharaoh. صممت انها تتزوج من الفرعون. ما قاليش حاجة زي كده في القطعة. no she didn't like fighting. هل هي كانت امرأة قوية الإرادة فانت قلت لا ده هي ما بتحبش الحروب؟ ما هو ده مش دليل انها ما بتحبش الحروب، ده دليل انها حد سلمي. yes she took the throne away from her nephew. هي دي فعلا عشان هي خالت العرش من الولد ده وكان ارادتها قويه لدرجه ان هي اقنعت الولد يروح يتعلم كده يعني. She helped Egypt's enemies. ساعدت اعداء مصر دي خيانه.
Egypt was prosperous. This means it was مصر كانت prosperous يعني تعيش في فترة من الرفاهية يعني والغنى. ده معناه كانت بور ولا كانت at war ولا wealthy and successful. هي دي كانت دولة غنية وناجحة. We understand from the text that a tonic is. نفهم من النص ده ان التونيك ده عبارة عن ايه؟ A piece of music؟ لا. A piece of furniture؟ برضو لا. A piece of jewelry؟ لا. هو a piece of clothing like a long shirt. حتى هو قال لك ايه؟ ان هي dressed herself in a tonic، يعني لبست نفسها التونيك اللي كان فيه في ذيله او فيه يعني ذيل اسد. فطبعا ما فيش ذهب ليه ذيل اسد يعني. طب 26 the nearest antonym of the underlined accept. accept يعني يقبل، عكس القبول الرفض يبقى reject. حتشبسوت's father was a warrior. ابو حتشبسوت ده كان warrior فيرو وقالها نصا كده اهي. قال لك her father was a warrior في الصفحه دي كده اهي. A warrior pharaoh. طيب the most important person in this story is يعني أهم شخصية في القصة دي كلها كان a young nephew. الواد ما تذكرش غير بس قال لك الواد هيمسك الحكم. لا الواد راح يتعلم. سلام عليكم. Prime Minister رئيس الوزراء. An army leader قائد الجيش. والآن Egyptian ruler حاكم مصري. بيحكي عن حاكم مصري اسمه حتشبسوت. الجملة اللي بعد كده بقول لك the Nile River القطعة التانية يعني is often called the lifeline. بقول لك النهر النيل ده بيسمى شريان الحياة of Egypt لمصر. It has long been a means of transportation for Egyptians and source of irrigation for their farmlands. بقول لك لطالما كان نهر النيل وسيلة للنقل بالنسبة للمصريين ومصدر للري لأراضيهم. خد بالك كلمة a means دي معناها وسيلة. انت عارف طبعا ان كلمة means لوحدها كده means كده ممكن نستخدمها بمعنى يعني وممكن نستخدمها بمعنى وسائل، لكن لما نقول a means كده معناها وسيلة. دي طبعا تختلف عن كلمة mean اللي معناها يعني او يقصد واللي معناها برضو بخيل. الكلمة دي معناها بخيل زي كلمة miser وكده واللي انت عارفهم قبل كده، ومعناها كمان صلة اللسان بيغلط في الناس وبيشتم الناس وحاجات ما انت فاهمها دي. But it has also caused some problems. لكنه ايضا سبب العديد من المشاكل. هو مين يا سيدي؟ نهر النيل. يبقى ايه تعيد على نهر النيل؟ عشان هنحتاجها. Each year كل سنة after heavy spring rains بعد المطر الكثيف the Nile floods الفيضان بيحصل في النيل. To control the summer floods عشان نتحكم في الفيضان الصيفي a huge dam السد عملاق اللي هو سد أسوان يعني was suggested تم اقتراح بنائه. One thing stood in the way في حاجة واحدة بس كانت عقبة the huge lake البحيرة العملاقة which would form behind the dam اللي ممكن تتكون خلف السد. Would completely cover an important ancient temple with water. ممكن تغرق معبد من المعابد بالمياه. The temple was built on the banks. المعبد ده تم بناؤه على ضفاف النيل بواسطة رمسيس الثاني. A powerful pharaoh. واحد من الفراعنة الأقوياء من مصر القديمة. To honor Egyptian gods. لتخليد الآلهة المصرية. The inside holes of this monument were cut into the sandstone mountains. بقول لك إن داخل الصالة الداخلية للتمثال ده تم تقطيعها يعني إلى ساندستون ماونتن يعني إلى جبال إلى أحجار زي الأحجار الموجودة في الجبال. Across the front were four gigantic. gigantic دي معناها ماسيف يعني عملاق، معناها هيوج برضو يعني عملاق أو ضخم. stone figures زي معناها كولوزال ما تنساش. stone figures of رمسيس بقول لك بطول الجزء الامامي كان فيه اربع احجار اربع تماثيل حجريه عملاقه لرمسيس. each of 65 feet tall الواحد منهم طوله 65 قدم. an Egyptian sculptor thought of a way to save the temple واحد من الناحتين المصريين فكر في طريقه لانقاذ هذا المعبد. people from all over the world gave money so that this monument could be moved out of the path of the new lake. ناس كتير دفعوا فلوس عشان ينقذوا هذا الاثر. the stone temple was sawed into thousands of blocks تم تقسيمه الى الاف الاحجار او القطع الحجريه. each block was then numbered and lifted by crane from its original place كل حجر من الاحجار اللي تم تقطيعها دي خد رقم وتم نقلهم من مكانهم الاصلي. The blocks were put back together several hundred years away.
الأحجار تم تجمعها فيما بعد. It took 2000 workers and almost 7 years. استغرق الأمر تقريبا 2000 عامل والموضوع خد 7 سنوات to put the blocks back together عشان يجمعوا الأحجار مرة تانية. Now the dam is finished. دلوقتي خلاص السد انتهى. The lake is deep. والبحيرة عميقة. And the four giants are safe and dry in their new home. والتماثيل الأربعة ما زالت آمنة في مكانها الجديد. ادخل بقى يا برنس على السؤال 29. What did engineers plan to build on the Nile River؟ قرروا يبنوا ايه على نهر النيل؟ قرروا يبنوا سد عشان يمنع المياه. لكن هم قرروا ينقلوا اللي كان في التماثيل اللي كانت في التمبل. This text is mainly about النص ده تقريبا عن the life and times of ancient Egypt الحياة والوقت في وقت المصريين القدماء. The four battles الأربع معارك اللي رمسيس عملهم، لا ما بحكيش عن معارك خالص. Agriculture الزراعة في مصر، ولا saving an important work of art إنقاذ عمل هندسي عملاق، إنقاذ عمل هندسي عملاق اللي هو يبقى saving دي. طيب رقم 31. How long did it take to rebuild the mountain؟ كم استغرق الأمر لإعادة بناء المونيمنت الأثر؟ 7 سنوات قال لك 7 years. خد بالك 7 decades يعني 7 في 10 70 سنة يعني. The antonym of behind. Behind يعني خلف. كلمة behind المستخدمة في القطعة. الخلف عكسه أمام يعني in front of. رمسيس was a pharaoh. A pharaoh يعني فرعون يعني. Of early Egypt. كلمة فيرو هنا معناها God إله، king ملك، worker عامل، وsoldier يعني جندي. أكيد الفراعنة يعني ملوك. Why is the Nile called Egypt's lifeline؟ هو ليه النيل بنسميه شريان الحياة في مصر؟ Egyptians use it for transportation and irrigation زي ما هو ألف قطعة. ولا من Egyptians are born there، ناس كتيرة اتولدت عنده. ولا it is the home of gods، بيت الآلهة. ولا it is the longest river، إن هو أطول نهر في العالم. نهر النيل اسمه خط أو شريان الحياة لأن هو بيقدم لمصر المياه اللي بنستخدمها في الري، وهو وسيلة من وسائل المواصلات والنقل. برقم إيه؟ طيب بعد كده يا باشا بيقول لك the underlined word it refers to، احنا قلنا it بتشيل النيل اللي هو نهر النيل يعني، يبقى the river Nile. فين the river Nile اللي هي دي؟ قلناها في اول القطعة. People from all over the world want to save historic treasures. How can you tell this is true؟ بيقول لك الناس من كل انحاء العالم بيتعاونوا مع بعضهم عشان ينقذوا الاثار. ازاي؟ زي allowed the temple to be sawed into pieces، يعني هم سمحوا بتقطيع التمثال ده الى قطع. لا هو مش بارادتهم، مش بتاعهم، هو حضرتك. They gave money so that temple could be saved. ولا they like to ride on the river، بيحبوا يمشوا على نهر النيل يعني. ولا they can't visit، مش بيزوروا الاماكن ديت في الصيف. طبعا ولا واحدة من دول. هو قال لك الناس كلهم بدأوا يتعاونوا علشان ينقذوا التمثال. زي رقم بيم قال، وهو قال لي كده نصا في القطعة، وانا ممكن اوريها لك هنا اهو. To save the temple people from all over the world gave money زي ما هو قال لك في القطعة. طيب اللي بعد كده يا باشا translation، مع نفسك بقى في translation دي ترجمها كده الشطور. فانا ممكن اترجم لك الحاجات دي كده يعني ايه بشكل شفوي يعني، ممكن اترجمها ونكتبها في ورقة لو انت احتست فيها عشان ما نضيعش وقت اكتر من لازم، عشان ترجمتنا اخر السنة اختياري ان شاء الله رب العالمين. بخصوص المراجعة احنا مستنيين الكتاب مراجعة ينزل. اول ما ينزل كتاب مراجعة هنكون احنا اندمجنا فيه ونشتغل مباشرة. الله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.